قصتك اخي تقطع كلامك بخير. تعرف ليش هم ويا المدرس هالشكل؟ المدرس العراقي ليش انتم هالشكل؟ لان احنا ما ندرس ولدكم، ولدكم يدرسون بالخارج، ولدكم يدرسون بفلوسنا، ولدكم يدرسون بمال ولدنا، بحقنا، بحصتنا من النفط، حقنا صاير للخارج، صاير منا ومنا للدول الجوار. اقول لكم شيء ثاني، لان كثرة الكلام تضيع النقطة الرئيسية. كثرة الكلام تضيع النقطة الرئيسية، واخواني تحدثوا بالمسائل القانونية. اقول لكم شنو اللي قدمتوه للشعب؟ الشعب اللي قدم الدم وقدم التضحية، شنو اللي قدمتوه للناس؟ انتم لا فضل عليكم، فضل من عندكم علينا. ماكم فضل، انتم مواطنين عراقيين واحنا مواطنين عراقيين. شنو اللي قدمتوه؟ احنا قدمنا شباب، قدمنا عمر، لان احنا مو اليوم تعيننا، احنا مو اليوم تخرجنا، احنا تخرجنا من سنوات طويله. الراتب مالنا من زمان انتم عايشين بيه، انتم منين اغنياء؟ من راتبي وراتبه 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 وراتبه. هاي الاموال كلها هي اللي جعلت منك انسان ثري. انت مو ثري بذكائك ولا ثري بشهادتك، انت ابدا لا شيء صفر. ولو ما احنا ما تكون انت لابس القاب، ما تكون انت لابس القاب لو ما احنا. لكن القاب مو كل شيء، الداخل مضمون الانسان. شنو مضمونك انت؟ شنو ولائك انت؟ المن ولائك انت؟ اسال نفسك، انت تنام على المخده؟ خلي راسك على المخده. انا اسال الكل، ما اسال وزاره الماليه فقط، اسال كل واحد ساهم باسقاط نقطه دم من ابناء الشعب العراقي. احنا لما طالبنا طالبنا بحقنا، احنا مو متخبطين، ولدنا مو مخردلين، ولدنا مو مستهترين. لما طلعوا وطلعوا باضعف وسائل النقل اللي هي التيك توك، طلعوا بها وفدوا نفسهم بها مو احتباطا ولا ونسا. والدليل انه هؤلاء كلهم اصحاب شهادات واصحاب حتى دكاتره وانا ماجستير. وبالتالي وانتم ان ذكرتوا عبر التاريخ، ان ذكرتوا بالتاريخ وذكرتكم الابطال، وقالوا ابا الدهر البارودي، ابا الدهر الا ان يسود وضيعه. الوضيع هو السيد، ويملك اعناق المطالب، عنق المطلب هو راتبنا، ويملك اعناق المطالب وحده. ابا الدهر الا ان يسود وضيعه، ويملك اعناق المطالب وحده. وفي نفس القصيده شو يقول؟ من العار ان يرضى الفتى بمذله، وفي السيف ما يرضى لامر يعده. الثوره باقيه واحنا ويا ولدنا. لكل المطالبه بالحياه الشريفه، والسلام عليكم ورحمه الله.